السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الفهرس ساعات بتلاقي فيه صفحات فاضية، لما بتعمل ابديتد بتلاقي فيه صفحة فاضية وموجود فيها رقم. الموضوع ده بسيط، دوس كنترول وبعد كده دوس على الصفحة اللي انت عايزها. هتلاقي الفكرة ان الفراغ ده واخد هيدن 2 او هيدن 1. هي الفكرة كلها في ايه؟ الفهرس بيعتمد ان هو بيشوف ايه الحاجات اللي معمولة هيدن 1 او هيدن 2 بياخدها. زي ما شايف هنا دي نافيجيشن للهيدنج، تمام. فلو في اي حاجه فاضيه بيبدا ياخدها معايا. فكل الفكره ان انا اخليها نورمال، هاجي برضو على الحته ديت معموله هيدن 1 فهقول له خلي اللي دي نورمال. وبعد كده اطلع بقى الفيرس فوق واقول له ابديتد واقول له انتير تيبل، اعمل لي تيبل اهو.